حنا جد مسرورين بحضورنا اليوم في المدينة، باسمي وباسم زملائي في الحكومة ومعاشر الوزراء مع وزير الدولة كذلك وزير الداخلية، جينا إلى المدينة باش نطالع معكم ونسمع لكم ونشوفوا أهم المشاكل في الميدان. ولاحظنا ما لاحظنا، لكن الشيء المؤكد أن ولاية المدية معروفة منذ قديم الزمان، ولاية تاريخية، ولاية بعد كل قرون عرفت ما عرفت من ازدهار، وولاية لها تاريخ ولها ثقافة عريقة ولها أبطال وهم كثيرون، ما نقدر اليوم نتكلم عليهم وكل ما عددهم كبير. حقيقة تاريخ المدية واحد ما يقدرش يصفه لأن تاريخ كبير، وبعض الشباب تحدث معهم قلت لهم عندكم علاش تكونوا فخورين في هذه الولاية، لأن مركزة على رجال ومركزة على تاريخ قوي قوي جدا وحضارة كذلك. على هذا الشيء اللي نقدر لما نتكلم على ماضي المدية يسمح لنا حقيقة نفتح المجال بالنسبة للحاضر والمستقبل. الشيء اللي لاحظناه ان معظم العمارات او كثير من الأجهزة اللي تبنت فيها الولاية مؤخرا حافظت على النمط المعماري وعلى الشكل كذلك من جانب الأرشيتكتور تاع هذه المنطقة. هذه تبين أصالة وتبين بلي راكم في الطريق الصحيح. والله غير تعجبت لما رحنا لبن شكاو شفنا هذوك الفيلات الصغار، بناء اجتماعي خير من البناء الترقوي تاع الجزائر، والله خير، والله لا خير، وبمواد محلية. وهذه هي حقيقة واحد ما يبني حاجة ما يبنيش إلا باش يحل مشكل، يبني باش يخلي آثار حضاري، يبني باش يخلي آثار حضاري. كلكم وهنا حاضرين معنا إخوة اللي عرفوا مرارة العشرية الصعبة، مدية كانت عاشت ما عاشت وعرفت ما عرفت من مأساة اللي أثرت كثير على الولاية، أثرت كثير على البلاد وأعطت تحتها صورة أخرى للخارج. كلكم تتفكروا المشاكل اللي كنا نعرفوها والدمار اللي كنا نعرفوه واللي عرفته بالأخص المدية، نأكد بالأخص المدية. كنت وزير الداخلية وحضرت ما حضرت وشفت ما شفت، وهنا كانوا ناس كانوا حاضرين معايا. واليوم الحمد لله، الحمد لله على كل قطر الجمهورية، الأمن والسكينة والاطمئنان يسود على البلاد. هذا فضل واش؟ فضل الدولة ولقاد الدولة في السنوات الأخيرة. هذه ما تنساوهاش يا أخواتي إخواني، لأن ما كانش ما أصعب اللي ما عندوش ثمن كالأمن والطمأنينة. واحد يقدر يدخل دار الصباح جايين في السيارة ونتحدث مع صديقي وزميلي وزير الدولة، وتشكون اللي كان ولدته مو يجي المدية من 4 إلى 5 تاع العشية ديالي، شكون؟ شكون اللي كان يفوت على الشفة؟ واليوم الحمد لله هذا مكسب كبير ما لازمش ننساوه.
ومكسب كبير ليه، لان المكسب هذا رجع الامن والطمانينه بفضل الوئام والمصالحه الوطنيه. اليوم سامحنا بعضنا، ما عندناش حقد، ما عندناش حقد حتى اللي خرج من الطريق، ما عندناش حقد. الدوله الجزائريه والحكومه الجزائريه ما تعرفش الاقصاء، ما نخدموش بالاقصاء، ما يتفهمش معايا نقولوا مرحبا بك روح نفهمك، ما تسبنيش بك روح نفهمك، وماكش ماشي معايا بصح راح نتفاهم، بصح ما كانش الاقصاء. هذه هي سياسة الدولة، هذه هي السياسة اللي رانا ماشيين فيها إن شاء الله، ومازال مستقبل كبير بالنسبة للبلاد هذه. ولكن الشيء المؤكد، وأنا نقولها لكم بالتجربة، لأن من حين إلى آخر راح نمثل رئيس الجمهورية ونمثل الدولة الجزائرية في دول اللي مازالت تعرف مأساة الإرهاب. نقدر نقول لكم بلي حقيقة الحمد لله الاستقرار اللي راه تعرفوا اليوم البلاد في محيط صعب وصعب جدا، في محيط صعب وصعب جدا. الاستقرار هذا جاء بفضل الرجال اللي يقفوا وسهروا، الاستقرار هذا جاء ومازلنا ماشيين فيه بفضلكم وفضل كل الجزائريات والجزائريين، لان احنا عرفنا مرارة الإرهاب، وعرفنا مرارة لما في أواخر الثمانينات ما عندناش دولار باش نشريو قنطار تاع السميد، ما عندناش دولار آنذاك باش نشريو قنطار تاع السميد. هذه الحقيقة. واليوم الحمد لله ما نضركش عليكم تعرفوها، واحد ما يسمى فرنك، واحد ما يسمى فرنك، واحد ما يسالنا فرنك في الخارج. كانت عندنا مديونيه كبيره حقيقه، واليوم واحد ما يسالنا فرنك، والاقتصاد تاعنا فيه نقايص، ما نقولكمش ما فيهش نقايص، ولكن الامل كبير، لان عندنا امكانيات باش نواجهوا الصعوبات. السير تاعنا محكم، السير تاع رب عائله، هذا هو تسير الدوله الجزائريه وعلى راسها رئيس الجمهوريه السيد عبد الحفيظ بوتفليقة. هذه هي ماشيين على الطريق هذا. على هذه اليوم نقول مازال عندنا نقايص نعترف بها، وعلى هذيك حنا نجتمع معكم باش نسمع ونشوف هل رانا في الطريق الصحيح، هل خطينا، هل لابد نصحح، هل لابد ندعم. فهذه هذا هو العمل تاعنا، وهذه هي الطريقه اللي انا ماشي فيها، وان شاء الله نواصل فيها. ما بالنسبه للمدية، على كل حال احنا مطمئنين القلب، لان المدية عندها امكانياتها وقاعد تتطور تدريجيا، لكن مازال نزيد نركز على بعض النقايص، ولابد كذلك لان المستقبل الدول لابد يكون مبني على اقتصاد بلاد. أو المنطقة اللي ما عندهاش اقتصاد قوي ما تقدرش تخلق الثروة، كما تقدرش تخلق الثروة ما تقدرش تخلق مناصب الشغل. احنا لابد ندعم هذا الجانب. ولاية مدية فيها امكانيات، فيها زوج طرق اللي لازم نمشي فيها. الاولى الفلاحة، لان الفلاحة في هذه المنطقة راح تلعب دور، قاعد تلعب دور، لكن قادر تزيد تلعب دور أكثر وأكثر في المستقبل، لأن فيه مناخ، فيه إمكانيات، وفيه مستقبل. كنت وزير ري، جيت انطلقت في إنجاز سد بن سليمان، زدت قلتها لهم الصباح، ونتمنى إن شاء الله على 16 شهر يتم هذا السد هذا، هذا التعهد، ويتم كذلك المحيط المسقي. كنت قلت لهم بومدين الله يرحمه كان يقول بني سليمان هي المدية الحق، هي المنتجة الحقيقية، هذا حلمه،
هذا حلمو الرئيس بوتفليقة هو شخصيا، لأن كان صديقه وحبيبه وأقرب الأقارب ليه، أكد لي بلي حقيقة كان يحلم أنذاك باش بني سليمان ترجع النتيجة الحقيقية، إن النتيجة الحالية مستحى ولا بيطون، ما نظنش البيطون نعيش به، البيطون يدفننا. وهنا راكم في الخير، فإن شاء الله وزير الفلاحة راه حاضر معنا هنا، وكل السلطات المعنية حاضرة معنا هنا، ندعموا القطاع الفلاحي لأن مخرج كبير بالنسبة للولاية هذه، وندعموا كذلك الصناعة الفلاحية، لأن حان الوقت بالنسبة للجزائر باش تبدأ تصدر المنتوج الفلاحي تاعها، حان الوقت وقادرين نصدروا المنتوج الفلاحي تاعنا عن طريق الصناعة الفلاحية لاغرونديستريال، فيه إمكانيات، ولكن لازم نعاون نرشد وندعم ونخلي الشباب اللي قادرين يلعبوا دور كبير في الفلاحة ندعمهم، وكفيه إمكانيات. حنا شفنا قبيل شركة في بن شكاوى نظن مختلطة ما بين أصحاب الأرض وشركاء آخرين، راح يستثمر باش ينتج فلاحة في المستوى اللي ممكن تتصدع تتصدر للخارج. هذا هو لازم الجزائر اليوم، رانا في عالم تاع اللي قادر على خوه، لأن قضية البترول أخواتي إخواني والغاز ما لازمش 62 احنا نتكلموا عليها، ولكن ما لازمش دائما نكونوا مرتبطين إلا بالغاز والبترول. عندنا ما نقولش ما عندناش، السنة اللي فاتت برك زدنا لقينا الغاز حاجة كبيرة، وعندها إمكانيات كبيرة، ولكن ما شدوا الحل، ما شدوا الحل. الحل إن لازم نخلق ثروة اللي ما تقدرش تغير، ما تقدرش يغيرها العالم الاقتصادي. غدو البترول والغاز يطيح، الاقتصاد تاعنا يطيح. لا لا، لازم نكون هنا وهي وهذاك ونغذي الشعب تاعي. في الولاية هذه احنا على يقين ان فيه امكانيات، ولكن انا قلت لكم لازم يكون فيه عمل تقني وارشاد باش حتى الانتاج ما يكونش انتاج تاع مادة ولا مادتين، لازم انتاج مركز على مواد اللي نقدر نصنعها ولا نصدرها، كما راهي نصنعها ونصدرها. كفانا من التفاح مثال، جمع كل ضربة غير التفاح، شجرة التفاح وقاعد مقابلينها ويعس فيها، ومن بعد يجبد حبيبات ويقول لك راني نسجت، ما يكفيش، التفاح فات وقته. كما يقولوا حنا بالدارجة هنا، مع ندي مثال، نعطي مثال. أنا صديقي شخان قطرة يجيب لي ساعتات الحبل الملوك نتاع عمدية من أروع ما يكون، عندكم غير 2000 هكتار هنا يظهر لي، والتصدير تاعو يقدر يرجع بالخير. نعطيكم مثال برك، هذا البرقوق هذا قادرين نديروا البرقوق تاع اجا هذاك نتاع اللي راهم يديروا فرنسا، نصنعوه هنا ونصدروه ويرجع بالخير. اربحوا، عمروا جيبكم، ما تزيدوش تهضروا معنا، عمروا بجيبكم، اربحوا يا ربي يعطيكم الخير. مالاش ضد اللي يربح، ربي سبحانه ما خلقناش كل زي بعضنا. ها شوفوا اليد برك، هذا هابط، هذا طالع، هذا شويه، هذا لهي، هذا كذا، ولكن يد فريده. هذا هو الهدف، ولكن يد فريده. نقدر نعطيكم امثله اخرى، ونديه قادره تلعب الدور هذا. الكورون بدات تشيل كيما يقولوا، بدات لونتريت تاعها، نغيرها بحاجه اخرى اللي تكون فيها فايده، وحنا ندعموا هذا الشيء هذا، وخليو الناس اللي قادرين. وهذه اللي راح تشغل. تكلم اخ رئيس المجلس الولايه الكبير على شركه بوفار، بوفار قدامت ولات عجوزه، ولات عجوزه. حنا قلنا نعاونوها بالجانب المالي، اعطيناها امكانيات ماليه
ونتبعوا فيها باش تعاود ترسكل كل امكانيات الانتاج تاعها، لان قدام تقدرش العمال لا غالب عليهم ما يقدروش يديروا اكثر من هذيك وصلت الى حدها. فاحنا قايمين نديروا الشيء اللي نقدروا عليه، اعطينا امكانيات ماليه باش يعاودوا ينظموا امورهم، يعاودوا تجهيزات حديثه. وكذلك طلبت منهم باش يشوفوا شريك اجنبي يجي يدخل معاهم، ولو اقليه تكون عنده غير اقليه، ولكن باش يجيب العلم والمعرفه هو يقدر يجيبها، يدخل شريك معاهم. هكذا نفوتوا من 350 عام حاليا الى 2000 عام، ونقدروا حتى ممكن نصدروا الانتاج تاعهم، وهذا هو الهدف تاعنا. اكثر من هذا قلنا لهم زيدوا شوفوا امكانيات اخرى تاع التطور. حنا رايحين ماشي غير حنا، حتى العالم في هذا ما يسمى بالغاز، الغاز دو شيست هذا اللي غدوه يتطلب الات كبيره وقويه تاع التنقيب، ممكن بوفار تدخل مع سوناتراك، تدخل مع شركة اجنبي ويوسعوا امورهم ويعودوا ينتجوا لنا الات التنقيب. هذا هو التطور، ما نقعدوش في هذيك البومبا هذيك ونقعد نستمشوا نتفرج فيها. البومبا هذيك اللي ما عادش تصلح، اللي كلاها الظهر. هذا هذه الطريق اخواتي اخواني اللي رسمناها للاخوه والمسؤولين، ولكن بوفال عايشه وتعيش وتزيد تعيش اكثر في المستقبل، ورانا ساهرين على الشيء هذا باش ان شاء الله ما يكونش حتى مشكل. ففيه عده جوانب ما نقدرش نتكلم عليها كل يوم، كلها اليوم اعطيت لها بعض المعطيات خفيفه، ولكن ضروري لما نتكلم على مدية نتكلم على الجزائر، لان الجزائر في نفس في نفس في نفس الشيء في نفس الشيء. على هذيك خدينا قرار ان شاء الله في 10 اكتوبر يكون اجتماع تاع ثلاثيه هذه الاقتصاديه، ونشوف كيفاش نوضع استراتيجيه وكيفاش نعاون ونساعد باش نزيد نطور اكثر فاكثر الاقتصاد الوطني، وبالاخص الاقتصاد المبني على انشاء وحدات صناعيه خاصه او عموميه او مختلطه ما بين العمومي والخاص الجزائري وما بين العمومي والخاص الاجنبي. المهم لازم ندخلوا في المنافسه وفي الانتاج الصناعي، ما عندناش حل اخر، تاخرنا. كنا في الصناعه كنا احسن في السبعينات، تاخرنا كثير، تاخرنا فوق اللازم، ولازم لازم لازم نسترجع امورنا، لان بلاد اللي مبنيه غير على البترول والغاز ما عندها وين توصل، ما عندها وين تمشي. بلادنا لازم تكون مبنيه اولا على الانتاج الفلاحي، وثانيا على الانتاج الصناعي. هذا هو الهدف مسطر من طرف رئيس الجمهوريه للحكومه، وان شاء الله نمشيو في هذه الطريقه وننجحوا مهما كان الظروف، رانا ماشيين فيها بالنيه الصافيه وعلى ربي ناجحين. فلابد ما نقعدوش الديماغوجيه هذيك، ما عنديش الارض ما عندي، كي نشوفوا الارقام يقول لك ما عنديش الارض ما عنديش الاخر. المناطق الصناعيه تقريبا 30% نتاع الاراضي نتاع المناطق الصناعيه داير عليها السياج وقاعد يتفرجوا فيها. درنا احصاء 30% نتاع المناطق الصناعيه على مستوى الجمهوريه اراضي تمدت الناس ما راهمش يستغلوا فيها. ممكن عندهم مشاكل بيروقراطيه مع البنوك ومع كذا ومع كذا باش ينطلقوا في المشاريع تاعهم. ممكن يقول لك نشري الارض ونستنى ندير افير،
واش من افير دير دير الريح واش من افير دير في المناطق الاخرى نتاع الزون داكتيفيتي 40% نتاع الاراضي ماهيش مستغله. دونك ما ندربوش، لان كثير من الناس يقول لك ها فيه بيروقراطيه، ها الولات ها الكابيراف راه يمدلنا في العقار الصناعي. كاين ارواح دي عمر اربح، ما تجيش تهضر معايا غدوه كي تعود غني تشوفني دور راسك معليش اربح. لا الله يسهل عليك نعمر البلاد، لازم نعمروا البلاد اخواتي اخواني، ما نقعدوش في الفلسفه، لازم نعمروا البلاد ونعطيو الشغل لولادنا.